يعني هو الفكره ان انا احنا عرضناها في برنامج بشكل مختلف عن كنا عاملين قناه فضائيه كده بتقول اي حاجه، فهو كان يعني بيروج للقناه. فانا انا اللي هقوله لك دلوقتي ممكن عن ساعات بتخيله مثلا بيتكلم عن تصفيات كاس العالم. ف ممكن نقول ايه بقى يا اخوانا النهارده عايزين نتكلم عن موضوع واخدين بالنا منه. تخيل معايا يا جماعه اخوانا تصفيات كاس العالم، اخوانا مجموعه فيها مين؟ الجزائر رواندا زامبيا، ثلاثة يا جماعة، ثلاثة سهلين جدا، مش ممكن، مش مشكلة. يبقى لو الواجب يا اخويا، يبقى الواجب بتاعنا، الواجب بتاعنا ايه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة يا جماعة نحاول نكسب ماتشات في مصر، يا اخوانا الماتشات جوه مصر ما نخسرهاش. القعدة واقفة فاهماني، ممكن نخسر في مصر، ما نعرفش نكسب بره. بره ما نكسبش. فيبقى نعمل ايه يا جماعة؟ لو في فاول كله يطلع فيه أبو تويكا يطلع وحضري، مش كده برضه يا جماعة؟ مش مع بعضينا كلنا ولا ايه؟ مش كده برضه؟ لو في فاول كله يشوط، كله يجرب. يا اخوانا سيب الجون فاضي، مش مشكله، ربنا يخلص، ايه مشكله؟ مفيش مشكله يا جماعه، مش كده بقول ايه بس يعني. الحقيقه انه شخصيه عمرو خالد من اكتر الشخصيات اللي بتتقلد، لانه له طريقه متميزه في جداً. الاداء ومختلفه ونبره صوته مختلفه، فكتير قوي بيقلدوا عمرو خالد. تعرف تقلد لنا كابتن علاء صادق؟ هو برضه كان المذيع الاعلامي الشهير والرياضي والمعلق الرياضي الكبير. هو الفكره في التقليد ان ماشي اوكي، لازم بس يبقى في يعني في اطار كده. التقليد في المطلق ساعات بيبقى صعب، بس يعني هنحاول نعمل الاولمبياد. حاجه كنا عاملين حلقه عن الاولمبياد في برنامج من غير مقص، وكان اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ليه كده؟ بنقول ليه كده؟ عشان الاولمبياد. ليه كده؟ جاي تقول ذبحه ليه؟ هتموتونا، حرام عليكم. متخيلين معايا؟ ادي معايا لاعب من فريق الجمباز. اهلا وسهلا. اسمك ايه وبتلعب ايه؟ محمد جمباز. اهلا بيك. قول لي كنت متخيلك هتجيب ميداليه في الجمباز؟ يا استاذ، يا استاذ، ادونا حاجات غلط خالص. اللي بنلعب عليه كله صيني ما شاء الله. صيني كل ما امسك جهاز يتكسر يا استاذ. ما شاء الله. عامل ايه طيب انا؟ ما شاء الله. يبقى ده اللعيب اللي راح يلعب جمباز؟ طبيعي ان احنا نخسر، طبيعي. بس يعني انت مثلت المشهد ده قبل كده معايا يا محمد؟ شبه كده بس ما كانش بيقول كده. يعني انت في ارتجال في اللي انت قلته دلوقتي. يعني انت ارتجلت ان انت بتلعب على اجهزه، والاجهزه مش مستحملات. صيني. صيني. هي بيلعبوا. هتقلد لنا مين؟ هشام محمد. الاستاذ طارق علام. طارق علام. طيب انا بحيي المشاهدين وبحيي حضراتكم، وهنقعد نتفرج على طارق علام وجزء يمكن فيه ارتجال كمان. متهيألي احنا مرتجلين حاجه. ازيك يا عامل ايه؟ ازيك يا استاذ طارق؟ ازي حضرتك؟ والله بحبك قوي يا استاذ طارق، والله بحبك. اقعد شوف الكاميرا. حاضر يا حاضر اهو. استاذ مشاهدين، الفقره الانسانيه، فقره الاماني، فقره الامال، نلتقي مع الحالات الانسانيه. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ طارق؟ الفقره الانسانيه بنقول النهارده معانا سيد. اسمك ايه؟ اسمي محمد مهماشه. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. مهماشه دول دعوه طبعا للاحياء الشعبيه والاماكن الجميله كلها، نزورها كلنا. ازيك يا مهماشه عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ. عندك مشكله جدا انت، عشان في مشكله. أنا. ايوه انا تخين. تدخين؟ تدخين دي ما نقول دعوه برضه الانسان يفتح مخه، دي دعوه. ما هو واضح انت تخين، مفيش مشكله. تدخين. طب مش ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا استاذ. ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ ربنا يخليك. تقول في دعوه ان انت في مشكله، بعت لنا رساله عشان. ايوه حضرتك، انا رحت الكود للدكاتره، رحت للدكتور. الدكاتره يا جماعه قال لي انت السنة. لو عديت من قدام الطبق هتتخن، معرفش ليه. قول في السمنه يا جماعه النهارده دعوه الانسان في رشاقه فينا، ان صحتك ثروتك وصحتك ثروتك. ايوه ومعرفت ده، انا ما عرفتش اخرج غير لما شالوا الباب كله. شالوا الباب كله؟ حضرتك انت الباب. شالوا الباب كله، بيقول دعوه الانسان طبعا يقفل بابه عشان يبقى ضربه حضرتك فيه الباب. عند حضرتك ضرفتين كده، ضرفه مفتوحه وضرفه مقفوله. شال الضرفه انت؟ انا شالوا الضرفتين. شالوا الضرفتين قاعد من غير باب يا جماعه دلوقتي عشان يخرج الباب. طب انا مشكلة. عايز اخرج، مش عارف اخرج. طب خرجت فتحت الباب ضرفتين دلوقتي؟ ده فتحوا الضرفتين حضرتك. طب فتح الضرفتين دلوقتي، راجل قاعد في الباب من غير ضرفتين دلوقتي، ايه مشكلتك يا مهمشه؟